رايح يا حبيبي وين؟ راحت على الدرويش ياللي بيرضى وبيعيش، ضيع امل ضيع حلم دهن الهوى ورنيش. راحت على الدرويش ميش احلم وميش، لما القلب تعبى ظلم لبس اشواق وخيش. عيش 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 عيش، لا يهمك دموع لا يهمك تشويش، لا يهمك دموع لا يهمك تشويش. شو بدك؟ لك وينك انت يا زلمة؟ اهلك عم يفتلوا عليك بالشوارع فتل. ايه مو مشكلة، خليهم يفتلوا. طيب مروه اللي عندي ضروري عاوزة. ما بقدر. وليش بقى ما بتقدر؟ عندي حساب وبدي صفيه. مع مين لك فادي؟ هلا ماني فاضي لك، بعدين بتعرف لحالك. على
نعم. في فطور؟ لسا ما جبنا. معيتك حسوا حساب كم رز. شوفك. معلم شو بدك؟ روح جيب فطور. شلت هي حق الزهرمان. معلم الله يخليك كترون شوي مشان سلطة. سلطة شو؟ الله لك عن جاب الغلا. لك أحلى أبو عدام بعرضي يسلم لي اللي خلقك. شو جابك لهون ولا؟ يا حبيبي يا أبو عدام يسلم لي اللي خلقك. جاي اشتغل عندك والله، روح ببلاش فراح بيعبك. صرف ربع أحسن ما أقتلي فيك ها. طيب إذا بسنا راسك طيبنا خاطرك ويعني اعتذرنا بيمشي الحال؟ والله ما في مجال. بيخلي لي إياك يا رب. طب أماني لازمك شيء معتاز شيء؟ عندي كل شيء مو لازمني شيء منو؟ عندك كل شيء. طب سجل رقم التليفون إذا بدك شيء كذا. ما بدي منك شيء، ورجيني عرض كتافك. السلام عليكم. الله معك. ما خلصتي بقى، شاطي لها سيء عند الصباح. نزعلي مزاجي كله. انت بعتك شغلك تضرب انت شغلي كله. خالتي؟ اي والله بنتي تقبر قلبي. ليش؟ بتخطبيها؟ اي والله اليوم قراية فاتحتها، لكن ليش جايين ناخذ بنت من عندها؟ الله يهنيك، رجعوا لعندي وبكرمكم. اي توصل لك. وكرمال عيون هالصبية معلقتين هيل. خذ يلي بدك يا شو
هذا كله خالص مدته ومطلعه. هذا يلي عندي. الفرجي عزرق ولا تفرجي بخلاق. طب خالتي ما عندك شي نوتيلا؟ خالتي شو هي النوتيلا؟ كنز الحفر بيلبسوها البنات من الايام، شبكي؟ اللهم عافينا، انا ما بحوى هيك شغلات. بعدين هيك بدك تلبس امك؟ لك لكن ما بدك شي ناسب مع البنتكور اللي جايب لها؟ خالتي امك مره مقدره، لاقي لها شغله تناسب عمرها. طب ليك خالتي تذكري مره فتحنا عليك الباب انا واخي مطيه وانتي معشلطه، ركضتي ركض تذكريها؟ كنت لابسه كنز حفر باذنجاني مقصر لنوم، عرفتيها؟ كانت سكلامبو وينها؟ انت ما بتوعى هذيك الايام كانت التفصيل علي بتاخذ العالم ولا البابوش، البابوش كمان حلو اكثر واكثر. امي انت حضرت عرسي شيء؟ امي شلون بدي احضر عرسك انا ابني؟ بعدين هدول اوعيك كلهم مهريين، شو قصتهم؟ ولا واقع عليها الطعمه، شو في؟ وين ثيابي؟ شوفوا هاي ناطرون على البجميه، دبروا حالكم فيه. ليش هيك عم تتمنطق؟ ليك؟ امك ما انطو ما بتلبس، وانا ماني عارفه شو بدي البسها ولا عارفه شو بدي البس انا. اخي انت صار لازمك نزل على السوق، حاج بقال زياده. اذا نهار قرايت فتحتك ما لبست لك وعم رتب، امتى حتلبس؟ ترويسه انت اليوم. حتى امك بدها كمان عم نغرشي، بدها فستان سواري، شوف مظهرها شلون مثل الشحادين. هات خمسه. ايه والله يعني حتى انا اذا بدك ناقصني كمطعم، يعني انا شايف بنطلونين باقي بيفلجوا فلج، واحد اخضر واحد اصفر، تحت منه بوت صيني بس وقميص مبخوش يعني شايل شيال، بيطلع شغله كثير كابريه. خلينا ننزل على السوق. طيب منين شفت عينك مصاري ما معنا؟ شو اعمل يعني بيع حالي؟ هيك نزل بدي 1500 ورقه. 1500 ورقه؟ لك مكتره والله. بقول لك على شغله؟ ايه انا على فكره اقدم منك جربانين ما شفت. العم الجربان عم عمل لك اليوم رايد فاتحتك، بتقول لي 1500 ورقه؟ رايد فاتحتك بعرض بلاطه وطلع مصاري، لمين عم تستبصر كلا استبصره؟ ليش الجرباني والكحتني؟ ليش قحتوت؟ ليش قحتوت وجربان؟ ليش؟ لك ولال عم بعيونك بحط مثل الاباوي شبك؟ يخرب بيتك شو لسانك طويل؟ لك قلت له جربان. ما عندك شيء نوقع تستعارة يا زلمة؟ هذا اللي عندي. عندك بدلة سبور؟ مرحبا معي بسلطة. شوف لك. عليلو. هاي البوت الأسود اللي وعدتك فيه. يخلي لي اياك. منين جبته؟ والله سرقته من عند أخي. شافها؟ لا أعوذ بالله. يكون سرقته ها؟ ماشي خيي ممنوع. بيجي على مقاسي ها؟ إيه طبعاً على مقاسي. ممنونك أنا. على راسي. كثر خيرك. الله معك. لك هات البوت وين رايح؟ لا حمار. إذا بدنا بدلة سبور تبعيتها. مرحبا شباب. هلا يا حماد. حماد إيه؟ معيتها خرجت عينها ركز لك الشمسي تبعها؟ والله ما بنعز عنك بس انكسر. ايوه طب عندك لحسه جيل؟ ايه لعيوني. معيتك حط لي لحسه بشقفه نايلون هاتن على السريع. تكرم عينك يلا جايك ثواني. احلى ابو حميد. يلا على السريع جبنا طقم سبورت. يا شمس اطلعي لي حتى انشر غاسيلي، غاسيلي بالصينيه نطت عليه الفاره، والفاره هندي هندي والليله نامت عندي، حرقت لي الصينيه حمرا وصفره ومشليه، طلعت على الاسطوح راماني الهوا، رحت على الدكتور وصف لي دواء وفتق بندق يا كعب الغزال. شو بنا الهام؟ طولي بالك بقى. طول بالي؟ ما شفتي شو عملوا فيني؟ ان شاء الله يا رب بيتكسروا اسنانك يا رمزيه. لك ان شاء الله بتشتهي الجواز وما بتشوفه. مشان الله الهام حاشدي عليها بقى، شو حابه يعني قعدتها بوشنا؟ روحي ادعي لها خليها تتجوز وتنقلع.
قريتها بتنقلع من وش الدنيا كلها. والله والله ما بيكون اسمي إلهام إذا ما بورجيها. أمي هذا بده يضل واقف هيك تحت مثل غيمة شباط؟ شو بدي ساوي له أمي؟ إن شاء الله بوقف للصبح. شو مشكلتي يعني؟ والله خايفة يعملوا لنا فضيحة إذا تعالق هو ومطيع. لا لا اطمن. ويني؟ هلا رح أحكي مع مطيع أنا، هقول له إذا شافه ولا يشاكله بالمرة. شو رأيك؟ ويني أمي؟ بصحك تحكي شيء قدام العقاري. السلام عليكم. سكري أمي سكري. عم يطلع خارج التغطية. وقفي لقلي، هأحكي معه على البيت. خير مرت عمي، شوفي. ما في شيء. ما حدا عم يرد بالبيت. أمي تعي معي لجوا، أشرح لك القصة بالتفصيل. تعي تعي. ولك ما تردي. هذا فادي اللي واقف تحت. وهذا فادي شو عرفه برقمك؟ لك هذا موبايل فادي، بس انا ما حبيت احكي قدام التنتين. وليش اخذتيه منه طالما انت ما بدك اياه؟ الله وكيلك يا امي، هو اللي كرك علي. لك باسل ايدين ورجلين لاخذه دحش جب من خاري دحش. على كل حال رجع له اياه. اي لا لا ترجعي له اياه. قال مفرط اولى بالخساره، منبيعه منستفاد من حقه. طيب شو ساوي هلا؟ رد ولا ما رد؟ اي لا تردي لا تردي، خليه يدق لينفلق ولا تعطيه من راسك خبر. حاكم اذا رديتي عليه رح ياخذ وش ويصير مجال للاخذ والعطاء. هيك قلتي. ارن لشوف. فاضي معلم؟ فاضي تمام. انا معلك شوي. هاي نسيت ايد امك، حاجة تتبروز هلا قال لي يعني نسيت ايد امك. هاي من هون من هون. بسم الله. سكوت.
حتى تروّل الليل. يطق رقبتك بجاه النبي، حاجة تفصصي بزر، هلأ وقتك؟ يا أمي ما عم يرد، موبايله خارج التغطية. دقيتي له على البيت؟ لك دقيت له ما في حدا. طيب رجعي دقي مرة ثانية. ايه شو بدي دق له 100 مرة؟ ما حدا عم يرد عم قلك، وموبايله مسكر. رمزية ولك معقول تكون الشغلة كلها ونطة بع ونطة؟ لا تزيديها على قلبي، لك عم قلك حيبوس الإيدين والرجلين على ما أقبل أحكي معه. أكيد أكيد في إنا بالموضوع. أمي ليكون قلب، لك يقلب عليه القلاب. لك أمي ليش هيك عم تزيدي على قلبي؟ لك شفتي؟ شفتي شو صار برا؟ الله جاب كيدا بنحرة هي رمزية، لك العريس لسه لهلأ ما بين، وبقص إيدي إذا رح يجي. إيه قصية من هلأ ست إلهام؟ شبرا ما حكينا عليك شي رمزية خانم؟ ولا اللي فيه مسلة بتنخزه؟ إن شاء الله بينخزك أبو ناخوس. خلصت نشرة الأخبار؟ قولي عليها شقوية قولي. استغفر الله استغفر الله، الحمد لله الحمد لله دكتور الله يخليك. بس شوفوا لي أمي وينها، خايف تكون ضايعة. روح شوف لي أمي وينها وجيبها لهون. لأنه بعيدا عنك الوالدة، أمك عايشة ولا ميتة؟ عم توفي عاتك الله يرحمها. أمي هيك شوي على نياتها، يعني ممكن تكون ضاعت ولا رحت لعشي محل. خير شو القصة؟ ضاربينه السكين بكتفه والله ستر الجرح مو غميق. الحمد لله. مين ضاربه؟ شاب اسمه فادي. هلا بس تخلص المر اللي عندي على المكتب. ايه على عيني على عيني على عيني. ابني بس ما تعرف شايف. اي 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 ايدك ايدك شوي شوي. اخ يا امي شايف ايش صار فينا يا امي؟ خير يا امي الحمد لله الحمد لله. جرح بسيط الحمد لله أمي. الحمد لله. كلك على مهلك شباب. أمي جد بدقي له آخر مرة ولك ما تردي. شبك أمي شبك نخرتي عدامي. دقي له دقي له دقي له. عم قلك 10,000 مرة صرت دقيت له. شو بدي أعمل يعني يترجع؟ بس وحيات اللي خلاني ما بيكون اسمي رمزية إذا ما بفت له الشام على أصابيع رجليه وخليه حاكي حاله والحيطان كمان، وفوق هيك يندم ويبوس الأيادي. يا عليهم هالشباب شو بيوعدوا بيكذبوا. ليكي ولا أم بريكس؟ أنا معي ناقصتك أنت الثانية، بخشتي بدلي أنت وسلفتك هاي الحرباية. حرام تركيها عم تتفشش، مانك شايفتيها مقروقة لأنه العريس لسه ما إجا. ليكي ولا إلها؟ أنا لحد هلأ ساكت لك وعم أقول حرام وخطي وما لا أهل. بس شوفي رمزية هون الكل بالكل، وإذا بتزعلية بكلمة صغيرة هاي إيه والله فشلك حنكك فش. سمعاني وليه؟ ايوه هلا كلامي انا اللي زعلك وفصول بنتك الناقصه كلها ما شفتيها ولا بنتك بنت فرفور وزمه مغفور؟ إيه لا هلا صار بدك ترباي دخيل ربك وليه؟ نعم الله ينعم عليكي ويخلي لي اياكي يا حق. ليكي رمزية انا اسف اني تاخرت عليكي، بس اذا بتعرفي شو السبب اكيد حتعذريني. اصحك تفكر مره ثانيه انك تطلع فيني او تجرب تحكي معي، وتذكر انه انت اللي حفيت وراي لحتى اقبل فيك ولا الله ينعم عليكي ويخليكي. اسمعي 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 شوي رمزية لا تسكري الله يخليكي. فهميني انا كنت عند باب بيتكم وقت اللي اجى اللوح فادي وسفقني السكينة العجيبة ونقلوني على المستشفى. شو التمثيلية هاي؟ الله يسامحك انا عم مثل عليكي مثل ما عم قلك صار، وانا هلا بالمخفر. لك شو وداك على المخافة؟ فادي اللوح بالمخفر انا جاي اشتكي عليه. ليكي رمزية بيأثر اذا جيت لعندكم بوقت متأخر وكتفي مضروب؟ ايوه والله ما بعرف. تفضل ارتاح تفضل ارتاح. اخ يا امي اخ وانت ليش ماسكه؟ شو ما سيدي لك اخ شركه وعود سيدي هذا شو سيدي لك اخ تحمل مسؤوليتك شركه وعود نجم مكسورتك
سلطة على مدعي أنه هذا هو الشاب اللي ضربك بالسكين. تطلع لي في منيح هذا هو. إيه سيدي هذا اللوح هو اللي ضربني. أنت متأكد إنه هو اللي ضربه؟ يكون ظلمناه الزلمة. لا لا متأكد. صحيح مزبوط ما في غيره. هو سيدي هو. يا ويلك يا سواد ليلك وقعت وما حدا سمع عليك. انبسطت كثير بدي انبسط اكثر هلا بس انا رايح اخطبها لك اسكت ها خلاص ولا جره جره ايديها مكسورة؟ لا امي مو هي خطيبتي هذيك اللي ناحة هاي اللابسة اسود؟ لا امي هاي اما خطيبتي هذيك خطيبتي اللابسة احمر هيك ها؟ تقبشي عيني ان شاء الله حبيبتي انتي الهي ربي بأمان الله الله معكم الله معك حجي الله يسلمك أمانة مطيع أمانة برقبتك كل ما داخل على الحجة بتجيبها لعنا إن شاء الله تسلم لقلبي إيه والله حكياتها مثل قلبوشة السكر الله يخلي لي إياك يا مرت عمي الله يخلي لي إياك يلا توصوا شيء سلامتكم مطيع كان بدي أحكي معك يلا إيه على عيني سلطة خذ أمك بفرج قدامي روح واقفي معك شوي لك يلا كروج يلا أخبرني تعال مسك إيدي يلا يلا أمي عمالك على الدرج الله معك سعادة لأمك مسك إيدك سيدي على مهلك على مهلك بعد الدرج على مهلك شوي شوي شوفي ما في شيء كنت بدي اقول لك انه نحن ناويين الشهر الجاي ندهن بيتنا يعني جدك دهان لك لا مو مشان الدهان حاكم يعني الحيطان مسخه ومنشحه خفت تفكرنا مسخين اعوذ بالله شو عم تحكي انت عليم الله انا كل الحيطان ما شفته لك شو شفت لك انا فرحتي فيك نعم على قلبي ما عاد شفت شيء يعني اسم الله عليك شو حلوه وانت كمان حلوة بس اصحك تشوف حالك علي لانه انا كمان حلوة سمرة ومجذبة وعين الله علي الله يخلي لي اياك يا رب الله يسلمك اللي بكره بدك تنزل تشتري محافظ بكره لا اذا بتخليها بعد بكره يعني تخبي لي خدمة العمل خليها بعد بكره تكون احسن يو كنت فكرة بكره اخذ اجازة من ابو عدنان ابو عدنان لا هذا بتنسقيني هاي بتنسيني هاي ابو عدنان فهمتي شلون يعني يعني أنا ما بدي إياك تشتغلي بدي إياك ست بيته بس إلي أنا وبس أيوة وأنا من وين بدي أجيب مصاري بقى مو أنت قلتي لي إنك عم تشتغلي مشان تتسلي وإنه الله عطيكم ما لكم بحاجة لك مو قصدي قصدي مشان البهنكة والبعزقة ستي أنا بعطيكي مشان البهنكة والبعزقة أنا بصراحة بخاف عليك من العالم أنا كثير بغار وأنا بحب مرتي إلي وبس فهمتي وديع خلصنا بقى اللعبة لك إيه طول بالك طول بالك ليش وصلتك محروقة رمزية أنا رايح على البيت هلا بس أوصل نكمل حديثنا على التليفون إيه؟ ماشي ماشي الله معك حبيبي تصبح على خير مع السلامة إن شاء الله ألف مبروك الله يبارك فيك روح 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 لعند أخوك سلطة لازم دلعك يكون سلطان مو سلطة لا خلصونا بقى شو عم تساووا أنتوا التنتين؟ تعويموا هالسفرة
يلا يلا هلا منجي عد للعشرة. بوسي ايدك سهام لا تقلي له. معناتها بدك تقلي لي مين هذا اللي كنت عم تفقسي له بعيوني؟ والله ما في حدا عندي هيك تهيئ لك. انا شفتك بعيوني معناتها كنت عم تشاوري لحالك مثل المجانين. ايه والله مثل المجانين كنت عم شاور لحالي لانه داعي اخليه. بالله قولي هذا الحكي لابوك. بوسي ايدك سهام بدي اقول له. شوفي قولي ما في شيء يا والله ما في شيء. شو بدك تحكي لي؟ شو عم تبربرو؟ ما في شيء. ايه انا كنت بدي اقول لك على مسرة. يا ابي ما بدك تقول لك شيء. هي ما عم تساعدني بشغلة البيت يا ابو حسن، انا لحالي عم اشتغل. شو هذا اللي عم بسمعه؟ يا ابي لا لا ولا شيء، هلا انا بدي اضف كل العشاء واشطف كل اخذ ديار، وانت لازم تمسكي شيء تقبريني مشان ببوي بطنك. هي اخر مرة ها؟ ليه تأخرت يا زلمة؟ خير أبي صرعني بده طقم ومعك عارف ينبرز غير الطقم؟ أخي أبي هيك عقله، هات الطقم خليني أمشي يتيسر. العب أبك أول شي، لأن دول أواعي غسلتهم وكويتهم عند الكوة. الله وكيلك يا سيدي، إله يومين ما اجى على البيت، خايف يكون صاير له شيء او حدا عامل له شيء بعد الحمه. هذا بخاف منه ما بخاف عليه، هذا اللي خايف عليه محاول يقتل زلمه وضربه سكين بظهره. قولي على قامتي على هالفصل اللي عامله، ان شاء الله ما اعيش. اضرب انا دخلك وليش ضربه؟ مدام مضروب على قلبك وخاطب، لك ليش عم تلحق بنات العالم؟ اي والله يا فرزات وتقبل قلبي ان شاء الله. اي امبارح كوكو سالت على عصو، اي والله انا اخذت شوي. اي والله لعبة الفوتبول بين الحارات اخذناهم احنا 2-0. اي تقبل قلبي. لا والله انا اموري تمام. اي والله اي امبارح ما قلت لك انا امبارح والله خطبنا له المطية. اي والله ان شاء الله عبال عندك يا رب. اي رايت الفاتحة امبارح. اي تلبيس الخاتم ما بعرف يعني يمكن يومين ثلاثة اللي اعتمدوا الجماعة هن امبارح. شلون خلصني ولا بدي احكي مع خطيبتي؟ يلا بسرعة. يا عليك بدي احكي مع خطيبته. قلت شلون مو كان معه مصاري بدي اعمل فيهم عملية لامي؟ هلا عم سحب منهم شوي شوي، عم تنسرع فيه المصاري يعني. لك سلك وحده تسهل امرك، خلصني العمى شو غليظ، خلصني بقى. خيو بدي قاعد، عرفت شلون؟ لانه امبارح صار معنا قصه، اخي مطيع اكل سكين من الزلمه هون، والله علم علينا، وطى راسنا. لك خلصني خلصني. عملن ايه روح انا برد، روح الي، روح الي هذا التليفون. الو؟ يعطيك العافيه يا اخي. الله يعافيك يا اهلين، مين انت حضرتي؟ أنا أخته لفادي، أخذت رقمكم من المغفر. خير أختي؟ شوفي العمى بعيونه دبق فيها للبنت مثل القطر بما عاد تركها. قلنا له البنت بحبها وبدي إياها وهي بدها إياني، ركبوا جنان مدري شو صابه، صار شي بده يضرب وشي بده يسب وشي بده يقوس. لك حتى وقت قلايت فاتحتي جا سلخني سكين غدر. شوفوا وقدي إيه لهالقصة؟ صار لها شي شهر تقريبا، والمشكلة إنه مقتنع إنه رمزية بتحبه، بس هي لا بتحبه ولا بتطيقه. لك الله وكيلك لو حسيت إنه هي بتحبه كنت تركت له إياها، بس هي ما بدها إياه. الله يسامحك يا فادي. أنت كمان أخته؟ لا أنا خطيبته. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هو بعتكم مشان تحلوا القصة يعني؟ لا والله نحن أجينا من حالنا، هو ما عم يرضى يحكي مع حدا، مدري شو صاير له يعني عليه. أخي إذا طلبنا منك تسامحه هالمرة بتسامحه؟ الله هو اللي بيسامح. بسامحه أختي بسامحه. روح ربي يحن عليك، الله يوقف لك ولادين الحلال ولا يوقعك بدقيقة يا رب. طيب أختي يلا 10 دقايق بروح معكم رح أقضي حاجة، شربوا إن شاء الله.
تبي لك غبي. يسلم ايديك. فادي أنا ماني زعلاني منك، أنا بعرف إنه كل الشباب بصير معهم هيك شغلات قبل ما يتجوزوا، يعني هيك نزوة، بس أنا زعلاني منك لأنه ما سألتني شبه إيدي. إن شاء الله ما بتلاقي لها. الله يسلمك. شبك هيك استحيت تلبكت وفتت ببعضك، ليش ما رقصت؟ والله ما بعرف، أنا شغلة الرقص كلها هيك بعيدة عني كتير، يعني أنا ما بعرف أرقص، شو أعمل أشق حالي؟ لا بعدين يعني أنا بيني وبينك أنا كل هذا الحكي مانه هامني، أنا ماني مصدق إمتى نقعد ببيوتنا ونسكر على حالنا الباب ونقلع كل هالعالم. أيوه والله الشغلة بعيدة. بدي أسألك رفيقتك ليش ما عزمتيها؟ أنا رفيقة؟ اصحك تقول مسرة. ليش بها مسرة؟ ما فشلت بنص عينها عزمها؟ اجا ابوها لهون على الباب الله وكيلك عمل لي فتيحه الاول مع الاخر، سود وشنا قدام الجيران. معك حق، والله عندي اب ما في اغلص من هيك بالعالم، غليظ. ايوه شو عرفك بابوها؟ شفته بالمستشفى وقت كان مسرى بالمستشفى، وقتها تهجم على سلطه وكان بده يقتله. ليش مسرى كانت بالمستشفى؟ شو صاير له شبه؟ لك مشان الله اما خبت المعالي تبعات الجافه تبع البوزه وحطتهم بعبه وما عم تقبل تعطيني اياهم. ايه شو هالحكي يا مرت عمي؟ قلتي لها انه هذا مو بيتنا؟ قلت لها بس
ما عم تقبل تعطيني المعالي. طيب شو اعمل؟ شق حالي يعني شو ساوي انا؟ شو اعمل؟ بجوز فكرته مرائد غسيل. خايفة اخذه منك بالزور تقوم تزعى. طيب خدي لي طريقة تعمل، خدي لي طريقة. قوم حلها مع امك الخرفانة. لا تقولي عن امي خرفانة، ها حماتك هي. مو خرفانة مضيعة. لأيمت بدك تضلك هيك قاعد على لحم بطنك؟ ما بدك تاكل لك لقمتين؟ مالي جوعان. طيب لأيمت بدك تضل حابس حالك هالحبسة؟ لك أخي اسمع مني هالكلمتين وكبهم بالبحر. صدقني لك أخي البنات كلهم مثل بعضهم، بعدين دور علي شاريتك والله بتريحك لك فادي. معقول لك أخي؟ معقول تروح حالك مشان بنت؟ بعدين كله ترتيب رب العالمين واسمه ونصيب. أختي معلش تسكري على الموضوع لأني ماني قدران على الأخذ والعطاء. لك أخي أنا أختك وبدي مصلحتك. إذا أنت عم تدور على الجمال، والله الجمال مو كل شيء. هاي ابن أخته لأبو النوش، خطب البنت اللي بدي إياها وكلهم قالوا له لا، وكلهم اعترضوا على جوازته منها وما صدق لندق. وشلون ندق؟ اتصلوا فيه جماعة وقالوا له روح شوف خطيبتك بالمحل الفلاني. قامي على قامتي عليه راح شافها قاعدة مع رفيقه وعلى ضحك وسهسلة. والله وكيلك من وقت ما شاف هديك الشوفة فسخ خطبته وداير مثل المسلوب. بقى برضاي عليك صهرك له ساعة حاطة العشاء وعم يستناك. قومت عشا معه بلا ما يدوش. سابقتك تقبرني. Thank you.
خاطر كسر كسر الخواطر غير زمانك لو شاطر ساوي مخداتك ريش غني شو بعدك ناطر كسر كسر الخواطر غير زمانك لو شاطر ساوي مخداتك ريش عيش 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 وعيش وعيش لا يهمك دموع ترجمة